انضم إلينا من أثينا الكاتب والصحفي عبد الستار بركات، أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. بداية، ما أبرز ردود الفعل اليونانية على هذه الحادثة، وما الذي يمكن لليونان القيام به لإنقاذ السفينتين؟ نعم، أبرز الأمور هو خروج بيان من وزارة الخارجية اليونانية وبأمر من وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دينديس، طلب من الأمين العام للوزارة باستدعاء السفير الإيراني في أثينا وتقديم مذكرة شديدة اللهجة، مذكرة احتجاج لاحتجاز هاتين السفينتين، لأن هذه أعمال قرصنة كما جاء في البيان، حيث قامت مروحية تابعة للبحرية الإيرانية بالهبوط على إحدى السفن وتم أثر ما عليها من طاقم، وبينهم طبعا هناك العديد من اليونانيين. هذه السفن كانت تبحر في الخليج العربي. وبالنسبة لليونان، هي هناك يعني مشكلة ربما كانت بين اليونان وإيران خلال الأيام الأخيرة لاحتجاز اليونان سفينة إيرانية قبل نحو شهر، ولكن بمحكمة يونانية قال يعني تم احتجاز هذه السفينة للتعاون في مع الملف الأمريكي وفرض العقوبات على إيران وأيضا على روسيا. المحكمة اليونانية ذكرت السفينة كانت تحمل علم روسيا وفيها نفط إيراني. نعم، طيب، هذه نقطة، لأنه يبدو من الحادث أن يعني احتجاز السفينتين اليونانيتين من قبل طهران جاء ردا على يعني توقيف أو احتجاز السفينة الإيرانية في من قبل السلطات اليونانية. ما هي توقعات أثينا من واشنطن؟ يعني رئيس الوزراء ميتسوتاكس كان في واشنطن قبل أيام، استقبل هناك باستقبالا حافلا، العلاقات استراتيجية، واليونان كما ذكرت حضرتك بأمر قضائي يعني احتجزت السفينة اللي فيها نفط إيراني لدعم أمريكا بطلب أمريكي، فألا تتوقع أثينا من أمريكا على الأقل حماية سفنها وناقلات نفطها في الخليج العربي؟ بالطبع، لا لا، لابد أن نشير إلى أن هناك اتفاقية دفاعية وأمنية وقعت بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، وتم تحديث هذه الاتفاقية بموافقة البرلمان اليوناني قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكس إلى واشنطن. وبحكم هذه الاتفاقية، اتفاقية الدفاع والتعاون، لابد من واشنطن التدخل في هذا الملف والإفراج عن السفن اليونانية. وأشير أيضا إلى أن البيان اليوناني أيضا طلب من المواطنين اليونانيين بعدم السفر إلى إيران في هذه الأوقات. أشير إلى أن هناك تعاون وثيق جدا، وكما ذكرت حضرتك أن هناك كان استقبال حافل لرئيس الوزراء اليوناني، ولأول مرة يتم منح رئيس وزراء يوناني التحدث في الكونغرس الأمريكي أمام أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وهذا الأمر مهم جدا، وسوف نرى خلال الفترة المقبلة كيفية التعاون الوثيق بين اليونان والولايات المتحدة التي وسعت أيضا أنشطتها الأمنية والدفاعية في شمال اليونان وبالتحديد في منطقة ألكسندروبولي. طيب، هنا في نقطة أيضا مهمة، بأنه ألم ترى السلطات اليونانية هذه الحادثة قادمة؟ يعني ذكرت بأنه موضوع احتجاز السفينة بالنفط الإيراني من قبل اليونان منذ أسابيع، المفترض أنه يعني بعض السلطات اليونانية تتوقع أنه في راح يكون رد فعل إيراني، وخصوصا بعد التهديدات التي حصلت يعني خلال 48 ساعة من طهران. لماذا لم يتحرك أحد برأيك؟ أعتقد أن اليونان في هذه الموضوع هي قامت بتنفيذ القانون الدولي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحلفاء، سواء بين لأن هناك عقوبات على روسيا وعقوبات على إيران، فبحكم هذه العقوبات وأن اليونان عضو نشط في الاتحاد الأوروبي، وأيضا اليونان تريد دائما تطبيق القانون الدولي والتعاون مع الحلفاء والشركاء، قامت بهذا الأمر، وبناء على محكمة يعني لم يتم عملية قرصنة لهذه السفينة مثل ما حصل اليوم في منطقة الخليج من قبل القوات الإيرانية، كان حكم محكمة وتم أخذ هذه السفينة.
شكرا، شكرا جزيلا لضيفي من أثينا الكاتب الصحفي عبد الستار بركات.